بيروت برينت ميكينج ستوديو ستارتد بلبنان ب 2015. انا جيت لبنان 2014 ودغري سنة اللي بعده فتحت ستوديو، ولاحظت انه بلبنان ما في اوبن ستوديو سبيسيفيكلي فور ذيز انالوج برينتينج تكنيكس، lithography, etching, wood cuts, lino cuts, alternative photography, traditional photography. عندنا دارك روم كامل، وبقلب هاي الدارك روم فينا نعمل كل الانالوج تكنيكس بالتصوير. So فينا نعمل بلاك اند وايت، فينا نعمل ملون، فينا نعمل دياپوزيتيف، وفينا نعمل alternative تكنيكس مثل cyanotypes, gum oils, gum dichromates, platinum palladium cyanotypes. يعني ما بخلص، فيها مئات تكنيك فينا نعمل بقلب الدارك روم. عم بحفر عن حاسة هي أول خطوة للطباعة. بلشت هيدي الرسمة بالأتشينج، وهلا عم بستعمل الدراي بوينت أسيد شوية تفاصيل. بنحبر البليت، إجا منشيل الحبر الزايد بالتالتان وبورق الجرايد. منبلل الورقة ومنحط البليت على البريس وفوق الورقة ومنطبعها. بهالطريقة بيطلع لنا عدة طبعات من نفس البليت. تعرفت على استوديو من اوبن كول ريزيدنسي، وكانت طبعا هيدي الريزيدنسي قائمه على فكره انه بيجي الواحد على هذا المكان لمده سنه. استوديو مفتوح بيتعامل من خلال مختلف طرق البرنت ميكينج او الطباعه. طبعا الشيء الحلو بهذا المكان انه منه مدرسه او منه مكان بتروح بس بتتعلم فيه هيدي الحرفه بطريقه شوي هيك يعني جامده، على قد ما هو كوميونتي مفتوح لكل الناس تتعلم من غيرك، وفي بيصير في تجارب مشتركه او انه هيدا الاخذ والعطاء ما بين كل الناس الموجودين هون. بآخر هيدي السنة بصير في طبعا معرض، نتاج هيدي السنة بينعرض، والربح بصير بيتمول من خلال السايكل الجديد أو الريزيدنسي للسنة الجاية.